الحقيقة هو 57 يوم في مقابل سن 64 سنة، في مقابل 17 سنة سجن، في مقابل معناتها تعرفوا انتم مش معناها 17 سنة سجن، معناتها البدن، معناتها كل، معناتها البدن اللي باش يقاوم به استنزفوا في 17 سنة. ولكن كانت ضريبة لابد واحد يمشي لها، لأنه معناتها بكل بساطة ما عندوش حتى وسيلة أخرى باش يعبر بها على رفضه للمظلمة اللي تعرض لها، لمظلمة من الزوجة، مظلمة تسلطت عليه هو في السجن، وتسلطت عليه هو وعائلته البرة تشويه. أنا كنت الحقيقة كان مش خياري باش نكون حقيقة، باش نكون صادقة، احنا انا علاقتي بصاحبي كنا معناتها ماناش زوج وزوجه قدر ما انا شركاء فعليين في كل شيء، في التفكير، في المشاريع، في كل شيء. معناتها كنا اي قرار نتخذوه بالمناقشه معناتها بالشراكه، الا الاضراب الجوع مشيت نلقاه عنده 4 ايام، قلت له هو باه هو مش خي. انا كنت اتمنى نحكيو فيه، ولكن طالما انك انت خيار مشيت فيه امشي فيه وانا راني وراك. صحيح لو المرة كنت رافضة شوية لأنه نعرف صاحبي معناتك الاعتبارات اللي حكيت لك عليها، السن وعامل السجن قديم وكل، ولكن معناتها مشيت معاها تبنيت خياره. والحقيقة نعتبره بصراحة بصرف النظر على معناتها الانعكاس على البدن والانعكاس وعلى الاضراب على صحته، على نحن، على الفترة اللي عاشها، خاطر مش ساهل انه معناتها ما تعرفش على ما نعرفش على صاحبي حتى شيء من الجمعة لجمعة وهو في اضراب جوع، خاصة مع انه كل ما يزيد فترة الاضراب الجوع كل ما نختار يكون اكثر. قلت انه كان خيار الحقيقة تبنيته انا، لانه ما كانش عندنا خيار اخر، اللي انسان بدنه يناظر به، لانه لولا ما عملش وكاكة ما كنتش انا نتحرك بالشكل هذاك، وما كانش الملف باش يقع توجيه الرأي العام كله من نظر الى صاحبي على انه معناتها ماسك عمله صعبه وعنده فلوس وبالحق مليار ونص سرق له مداره، الى انسان انا توا اليوم كي نشوف انا من 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 خلال حومتي، من خلال الخدمه، من خلال اهله، هو من خلال معناتها تونس اللي نارضه يقول لي هو بريء، وبالحق احنا كنا غلطين بالحق، لانه انا نعتبر حققنا الهدف نتاعنا حققته على الاقل بالنسبه لي انا. الهدف ما كنتش نبحث على انه باش يخرج صاحبي وقتها، الحقيقه كنت نبحث على اني ننفي عليه التهمه، لانه مش متهم به. وذاك علاش احنا كما قلت كان ما عندناش خيار اخر، هو خيار صعيب مش سهل، انه راهو ايامات سخونه، انه راهو انسان انه يدخل 100 كيلو تو وصل 77 كيلو مش بالسهل، انه 57 يوم معناتها على الماء، وساعات يعملوا اضراب وحشي ناحي حتى السكر، وخاصه فما في فترات يطرى في الجمعه، معناتها شو تاثيرها على القلب، على الكلاوي، على على المعده، على معناتها هو كان خيار الحقيقه صعيب برشا. انا كي نتفكروا توا بصراحه نتفكروا نتفجعنا، انتزعنا التهمه وانتزعنا الاعتراف بانه صاحبي بريء ما عند الراي العام، وجهنا راي عام كامل، والحقيقه كذلك انتزعنا من قاضي التحقيق انه باش ما يخليش في السجن، باش ما يخليش غاديك بتهم معناتها تهم خايبه كما قلت لك من اللور، قلت لك معناتها انسان يختتم حياته السياسيه النضاليه بتهم حق عام، وفرضنا عليه، اقول نعم فرضنا عليه ولزينا له انه باش ينادي لكل الفرقه الامنيه وباش ينادي للشاهد وباش تحول القضيه، وهذاك مش سهل، وكان الاساس الحقيقه لسحبي، وتحيه لسحبي على الحق.